بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من الكتب النافعة التي جعل الله تعالى لها قبولا بين الطلبة المبتدئين والمنتهين كتب الشيخ محمد جميل زينو عليه رحمة الله. وهذا الرجل أسس مدرسة بمكة المكرمة وجعلها دارا لطلبة العلم والنجباء منهم من كافة أنحاء العالم. وكان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقوم بتوجيه هذه المدرسة والنفقة على أساتذتها وطلابها. ومن هذه الرسائل اللطيفة الصغيرة السيارة النافعة هذه الرسالة التي نأخذ منها يعني نسرة يسيرة، وهي منهاج الفرقة النجية. والمنهاج الطريقة كالمنهج، المنهاج الطريقة كالمنهج. والفرقة الناجية أي الطائفة التي تنجو من النار، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. هذه رواية الإمام أحمد، وهذه رواية حسنة. وهناك رواية: كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه رواية الترمذي وصححها الشيخ الألباني. فنريد أن نعرف شيئا عن صفات هذه الفرقة حتى لا نتفرق عنها، وحتى يكون الاعتصام بحبلها، وهو حبل الله عز وجل. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الفرقة لابد أساسا أن تكون آخذة بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الخبر أخرجه الإمام النسائي وهو صحيح. ومما لا شك فيه أن هذه الفرقة هي في طريقها تعايش الاستقامة على الطريق، فلا تنحرف ولا تتدحرج ولا تتغير ولا تتلون، فكأنها في ذلك تمتثل ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه ويساره طرقا، وقال: هذا طريق الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم تدعو إليه هذه الطائفة التي نجاها الله عز وجل من الزيغ والضلال والبدعة، وهذه الطرق الموجة على رأس كل منها شيطان يدعو إليها ليفسد الناس ليضلهم عن طريق الله. وهذا
الخبر أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. فنريد كما قلت أن نعرف شيئا عن صفاتها وشيئا عن علاماتها ليضبط كل واحد منا نفسه. يا ترى هل أنا من هؤلاء أم لازلت بعيدا عنهم، أم أنا في طريقي أن أكون من هؤلاء فنقطتي قريبة من نقطتهم، أين أنا من هؤلاء القوم؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفق المسلمين جميعا أن يكونوا منهم. قال الشيخ عليه رحمة الله في صفحة 11: الفرقة الناجية هي التي تلتزم منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومنهاج أصحابه من بعده، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبيانه لصحابته في أحاديثه الصحيحة، وأمر المسلمين بالتمسك بهما أي بالقرآن والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ويقصد بذلك أن الكتاب والسنة في ارتباطهما وعظمهما وهداهما لن يفترقا أبدا عن بعضهما حتى يعود الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، وحتى تفيء أمته إليه يوم القيامة ليسقيهم من الحوض. وأنا تكلمت في مجالس القيروانية عن الحوض وعن صفاته وعن الذين يشربون منه، وأن بعضا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تذودهم الملائكة عن الحوض، فعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدث من بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. الفرقة الناجية ثانيا تعود إلى حتى يرد علي الحوض. حتى يرد، الورود بمعنى الإتيان، وإن منكم إلا واردها، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، إن وردنا أي أتينا، وورد فلان إلى فلان إذا أتى. فحتى يرد أي حتى يأتي الكتاب والسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. ثانيا الفرقة الناجية تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف. عندما يحدث الخلاف والنزاع فإن الذي يحكم القضية ويفصل الخصومة ويرفع الشجارة أن نتحاكم ليس إلى المحاكم الدولية، وإنما نتحاكم إلى المحاكم الشرعية التي يظللها الوحي الكتاب والسنة، عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله: ذلك خير، ذلك خير أي التحاكم إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك، فلا وربك، هذا قسم، وهذا من القسم القليل الذي يقسم به ربنا عز وجل، أنه يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم أي تنازعوا فيه،
وسمي الشجار أو سمي النزاع شجارا أخذا من حال الشجر، فإن الشجر من طبعه التداخل، الشجرة الواحدة تجد الأغصان متداخلة وتجد الأوراق متداخلة، فلهذا التداخل بين أغصان الشجر وبين أوراق الشجر سمي التداخل الذي يحدث بين الناس، سمي ذلك ماذا؟ شجارا. فكيف نفصل هذا من هذا؟ فيعرف هذا حقه ويعرف هذا حقه، من أي معيار؟ بالكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ليس الشأن أن تتحاكم إلى الكتاب والسنة، ولكن الشأن أن ترضى بحكم الله ورسوله وأن ترغب في هذا الحكم وأن تقبل هذا الحكم. فيمكن الإنسان أن يمضي حكم الله ورسوله وهو له كاره، وهو له كاره. فانظر إلى هذه المرأة التي زنت فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله لقد زنيت. فأخذ يردها النبي عليه الصلاة والسلام، يردها، لأنها إن أقرت واستمرت في إقرارها ماتت هذه المرأة. فلما تيقن النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من إصرارها قال: اذهبي حتى تضعي. وكان الحمل عليها باديا، فلما وضعت أتت تحمل وليدها، سبحان الله، وقالت: يا رسول الله لقد وضعت وهذا ولدي. فقال: اذهبي حتى تفطميه. فمرت سنتين وأتت والطفل في يدها يحمل كسرة خبز، وقالت: ها هو ذا يا رسول الله لقد فطم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجموها. فرجموها، سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، سبحان الله. إذن هذه المرأة ما الذي جعلها تعيش وتنتظر الموت بنفسها؟ لم تقبض عليها شرطة، ولم توضع في أيديها أصفاد، ولم تأتي النيابة لتحقق معها، ولم يأتي الشهود، وإنما هي التي اعترفت بنفسها. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها فرصا كثيرة كي تعود، فناقشها ولكنها أصرت. ولما أرجعها، لو أن هذه المرأة كما قال بعض أهل العلم لم تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بحث عنها رسول الله، ما بحث عنها، فمن الذي حركها وجعلها تأتي بهذه الصورة؟ لأنها تحب شرع الله وقبلت شرع الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. وأصل هذه الآية أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وجار له من الأنصار تنازع في سقي الماء، يريد الزبير أن يسقي أرضه أولا ويريد الأنصاري أن يسقي أرضه أولا. اللي حدث أنهما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، لأن بعض الناس يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يحكم في الأمور الدينية فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يحكم في أمور الدنيا والدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لا
ليس معنى ذلك أن الدين بعيد عن الحياة أبدا، وليس معنى ذلك أن الناس يعلمون أمور الحياة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك فصل الدين أن يكون موجها لهذه الدنيا أبدا، ولكن المقصود من ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعود الناس على معالجة حياتهم، لأن حركة الحياة سريعة ومفرداتها عديدة، وما يوجد في المدينة ربما لا يوجد في مكة، وما يوجد في مكة والمدينة لا يوجد في البحرين، وما يوجد في الثلاثة قد لا يوجد في الشام. فلو أن كل جزئية حياتية أتى الناس بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انقطعت السبل ولا ضاقت الأمور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل للناس بحبوحة أن ينظروا أمور حياتهم التي هي من جنس المباح، لأن الأصل في المآكل والمشارب والملابس والأعمال الحل والإباحة حتى يأتي الحظر. البس ما شئت لكن لا تلبس لباس القساوسة. يعني لو إن هناك واحد أتى ولبس البرنيطة السوداء، ها الطاسة السوداء دي، ولبس الملابس السوداء وجعل حزام أسود على بطنه، لقلنا إن ذلك رجل قسيس، إذا يتجنب هذا اللباس. والمرأة تلبس ولكن في حدود ما أذن الشرع فيه، ما أذن الشرع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفسح الأمر لأمته، لكن كل مسألة حياتية عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها، حكومته هذه الحكومة الحقة. حتى في مسألة تلقيح الإبل، المسألة المشهورة عندما نهاهم فأتى البلح مصوصا، فسد البلح في هذا العام. سبحان الله، العلماء لهم توجيه غاية في العجب، أنهم قالوا إن الله تعالى أراد أن يبتليهم، ولو أنهم في القادم فعلوا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لبارك الله تعالى لهم في لقحهم. إيه المانع أن ربنا عز وجل يريد أن يبتليهم، فإذا صبروا على الأمر كان ممكن البلح بدل ما كان ينتج في العام مرة واحدة ينتج في العام أكثر من مرة. صباطة البلح بدأت ما تأتي مثلا بعشرة كيلو تأتي بعشرين كيلو، فما فقدوه في ذلك العام يعوضوه بعد ذلك. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أن يسقي أرضه أولا، ثم يفيض الماء إلى أرض جاره الأنصاري. الأنصاري غضب زعل وقال آه، عشان الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قريبه بقى كوسة بالبلدي أعزكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى جعل الماء يسيل في أرض ابن عمته ثم بعد ذلك أرض أنصار. فكان هذا القول من الأنصاري وعدم رضاه بحكم النبي عليه الصلاة والسلام سببا في نزول هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، نفي الأصل الإيمان. ثالثا، الفرقة الناجية لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
إن الله سميع عليم. دي مسألة مهمة جدا. ونحن صغار قل أن تسمع قال الله قال رسول الله دائما، وعند الشافعية وعند الشافعية وعند الشافعية وفي الروضة وفي الروضة وفي الروضة وفي الروضة وعند الإمام الشافعي. الله، أين كلام الله؟ أين كلام رسول الله؟ حتى كانت هذه الجملة مشهورة وأنا أحفظها منذ الصغر، اطلعها في رقبة عالم واطلع منها سالم. احنا لو قلنا قال الله وقال رسول الله يعني مش عارفين بقى كم ده صح ولا غلط. يبقى اقول لك قال الله وقال رسول الله وهذا لا يرضيك، فلا يرضيك الا اذا قلت وفي الروضة، او اذا قلت وعند الشافعية، او اذا قلت قال الشافعي عليه رحمة الله. هذه الطريقة ليست بالطريقة الرشد، وإنما منهاج الفرقة الناجية أنهم لا يقدمون قول أحد على كلام الله ورسوله. وبالتالي هناك نظام في سوق الأدلة والنصوص. النظام ده إذا كانت في المسألة أدلة نصية نأتي بها أولا، ثم نشفع هذه الأدلة بكلام أهل العلم، فيكون كلام أهل العلم تاليا للنص لا سابقا على النص، فيأتي النص ويأتي بعده كلام أهل العلم كالمفهم للنص. تكامل مظبوط. نقول قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نقول إيه؟ وقال أبو بكر كذا، وقال سعيد بن جبير كذا، وقال سفيان كذا، وقال ابن أبي ليلى كذا، وقال عطاء كذا، ها، وقال الشافعي كذا. فتأتي هذه الأقوال بعض النص كالإفهام، كالإفهام، لكن النص في ذاته مبين واضح. ولو أن مسلما أتاه النص من الكتاب أو السنة لوجب العمل به، لوجب العمل به حتى ولو بدا بعد ذلك أنه ضعيف أو منسوخ. يعني افترضنا أن فيه مسلم، والمسلم ده رجل مسكين لا عنده آلة لتحرير المسألة ولا عنده علم غزير يستطيع أن يحكم النظر وينعمه في هذا النص، هل هو صحيح أم ضعيف، هل هو منسوخ أم مخصوص أم مقيد أم مبين، ما حاله؟ لا يعرف، ولكن حسبه قول الله عز وجل كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا الرجل عمل بهذا النص لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات علم أن هذا النص، يرحمكم الله، علم أن هذا النص ليس بصحيح. يعمل إيه؟ يقول أنا بقى لي 5 سنين شغال بالنص ده، عمره ما يسيبه، ولا يترك هذا النص الذي بان له ضعفه. لا يحل لأحد بان له أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعه أبدا، أن يدعه أبدا حتى يبين له ما هو أسد، ما هو أسد. ده كلام العلماء في هذه المسألة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون يا إلهي. لما؟ لما؟ لما يهلك الناس؟ قال: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وقال عمر. حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. قصة المسألة دي باختصار إن عبد الله بن عباس لما سئل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قارن النبي عليه الصلاة والسلام قارن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا سوقه للهدي لتمتع. ومن هنا فإن العلماء يفاضلون بين الإقران وبين التمتع. انتبه لأن هذه المسألة ستفيدك كثيرا في النظر إلى أحداث الواقع المر الذي نعيشه الآن. الحدث إن لما حصل هناك بقى العرب أسلمت كثير وجيوش الإسلام بدأت تغزو بلاد الفرس والروم وهناك الملايين دخلوا في دين الله تعالى، بعد ما كان الحج آخر حجة كان الصحابة فيها ما يقرب من 100,000 وقليل، أصبح الذين يحجون مئات الآلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الحج في زمنه بسيطا، العدد كان إيه؟ كان قليلا. فلما انتشر الإسلام كثر العدد واشتد الزحام، فاجتهد أبو بكر واجتهد عمر وطلب من الناس أن يفردوا الحج عن العمرة وألا يجعلوا العمرة مقرونة بالحج وألا يعتمروا ثم يتحللوا ثم يحرموا بالحج، لأن هذا تمتع. فالتمتع هيبقى فيه زحام كتير والناس هتقعد مدة أطول في الحرم، فهذا قد يسبب ضررا. فاجتهد أبو بكر واجتهد عمر وقدموا الإفراد على الاقتران والتمتع، فقال لهم لا كان ده ما ينفعش. فطالما الحاجة صحت عن رسول الله لا تعارض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أحد حتى ولو كان أبو بكر وكان عمر. فهمت القصة دي؟ دي مسألة في غاية الخطورة. نحن هذه الأزمان نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظنه مصلحة، بل إن بعض الناس يقولون لو تعارض الاتباع مع الاجتماع قدم الاجتماع على الاتباع، ويؤصلون لذلك ويأتون بالأدلة ويقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. إذن الحق أن تهدم الكعبة وأن يجعلها على قواعد إبراهيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الصواب ليؤلف الناس ويجعلهم يجتمعون. إذن قدم الاجتماع على ماذا؟ على الاتباع. سبحان الله. طبعا هذا الكلام لم نكن نقوله قبل سنة، بل كنا نقول بأن الاتباع إذا ظهر لك النص فدونك هو لا ينبغي أن تتركه. وبدأنا نسمع في هذه الأيام من إخواننا بارك الله فيهم أننا إذا تعارض النص مع القصد قدم القصد على النص. أمور عجيبة، كيف هذا؟ لا يصح، وهذا لا يجوز، وهذا لا ينفع. نأتي إلى هذه الشبهة التي قالوها. ومثل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عبد الله بن أبي بن سلول هل نضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا، حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقدم هنا
اجتماع الناس وائتلاف الناس على اتباع النص. هذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام لا يجوز، وهذا الكلام لا يجوز. بدليل، نأتي إلى قصة الكعبة. عندما تولى عبد الله ابن الزبير، عندما تولى عبد الله ابن الزبير الخلافة وصار خليفة للمسلمين، في أحداث معلومة في كتب التاريخ، إيه اللي حصل؟ عبد الله بن الزبير نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قتل عبد الله بن الزبير وتولى الخلافة بعده بعض الأمويين، أعادوها إلى وضعها الأول الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، أعادوها، وما أنكر عليهم أحد من السلف، ليس خوفا منهم، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه أنه ترك الشيء على حاله ليس معناه أنه ترك حقا لباطل، وإنما تركه فيه معنى أن هذا الأمر أيضا هو حق وليس من باب الحق والباطل، ولكنه من باب الفاضل والمفضول، ولكنه من باب الفاضل والمفضول الذي يصار إليه، والأمر فيه لولي الأمر، فإن رأى مصلحة في الفاضل أمضى، وإن وجد مصلحة في المفضول أمضى. زي إيه إخوانا بالضبط؟ زي مسألة قتل الجاسوس. قتل الجاسوس ليس عندنا فيها نص واضح قاطع، ولذلك اختلف العلماء في مسألة قتل الجاسوس. والإجماع على أن، طبعا الإجماع ده يحتاج إلى تأمل، أن قتل الجاسوس إنما مرده إلى ولي الأمر، يعني وهذا هو الذي استظهره الحنابلة، يعني ولي الأمر إن وجد مصلحة في قتل الجاسوس قتله، وإن لم يجد مصلحة في ذلك لم يقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطب ابن أبي بلتعة لوجود الحسنة الماضية. طب لو افترضنا ان في الدولة الإسلامية رجل وزير، وهذا الرجل الوزير بنى لنا سدود وخطط لنا مدن جديدة وبنى مدارس ومستشفيات، بس تلاقينا المخابرات الإسلامية قالت ان هذا الرجل بيعمل نسخ استراتيجية، نسخ بالكوبي على طول وبيوديها للمخابرات الأمريكية. هذه المصيبة المتلتلة. يبقى الرجل ده أحسن وأساء، مش كده؟ يبقى أحسن وأساء. نعمل إيه في الرجل ده؟ إن وجد الحاكم أن هناك مصلحة في إعدامه، في قتله، قتله. ليه؟ حتى لا تسول نفس أحد أن يفعل فعلته. وإن وجد مصلحة في تركه تركه. لماذا؟ حتى لا يقول الناس إن الدولة الإسلامية بتاكل أولادها. المسألة دي مسألة ترجيح ومسألة نظر ومسألة اجتهاد، مش مسألة نص. فمسألة النصوص النص فيها قاطع، والمسائل التي هي من باب النظر فالأمر فيها واسع. ده أصل المسألة. كان المنافقون يظهرون كلامهم ومواقفهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يركب الحمار ويمشي،
عبد الله بن أبي بن سلول يحط إيده على مناخيره كده ويقول: أغربوا عنا صاحبكم، فإن غبار راحلته أو دبته قد دخلت أنوفنا. طبعا دي دلالة على ماذا؟ على الكره. تضرب الحبيب زي أكل الزبيب، مش كده؟ يعني الواحد لو بتحبه إن شاء الله يعمل فكر مر بيبقى حلو على قلبك، سبحان الله. فلأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام فمش متحمل شوية العفار اللي بيجوا في مناخيره، سبحان الله. يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه، يقصد المهاجرين، كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. الله. مواقف ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني النضير والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبيت لهم انه هو يقتلهم، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا يكون ذلك ابدا، 500 دارع. وقعد يقول له: تحصدهم جميعا في غداة واحده، هبهم لي، هذا لا يكون ابدا. لا، يدافع عن مين؟ عن اليهود الذين اجتمعوا ويريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تركهم له النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص قال لهم: هو لك بقى. لكن لما نزلت الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، إيه اللي حصل بعد كده؟ لم يجرؤ المنافقون أن يتكلموا، نزلوا في الجحور. يبقى إذن الموقف من عبد الله بن أبي بن سلول ده ما كانش متأخر، ده كان إيه؟ متقدم. والحكم يكون للمتأخر لا للمتقدم، ماشي؟ يبقى الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي بن سلول عشان لا يقال بأن صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وحرصا على الاجتماع، فيبقى الاجتماع مقدم على الاتباع، لا، استدلال في غير محله. لأن عندما نزل النص، والنص ده كان في سورة التوبة، وسورة التوبة من أواخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. السورة دي أحدثها كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وسميت هذه السورة بالمقشقشة وبالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، فما تجرؤوا بعد ذلك أبدا أن يظهروا شيئا من نفاقهم. إذا الاستدلال بحثة الكعبة ما فيش نص واضح، وإنما هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها سعة، طالما مسألة اجتهادية فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الأصلح أن تسيبها على حالها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء على حاله في اجتهاده يعتبر شرع. وذاك لما جاء عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة، رجعت مرة ثانية إلى حالها الذي تركه عليه الصلاة والسلام، وما زالت هكذا إلى يومنا الآن، ماشي؟ حثت عبد الله ابن أبي بن سلول، دي مسألة نص. لما نزل النص جاهد الكفار والمنافقين، وقف الاجتهاد. فإذا كان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه لنص، أيجوز لنا أن نجتهد في وجود النص لنقدم على النص مصالح نحن نظنها؟ تأجمع أهل العلم قاطبة أنه لا اجتهاد مع النص. وقال أهل العلم بأن القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، فكلام الإمام الشافعي
وتلقاه أهل العلم بالقبول أن القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فتأمل هذا الأمر، فإذا كان كلام عبد الله بن عباس أنه من خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام صحابي لا يجوز، فما بالك بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام أحد من طلبة العلم يقول دي مصلحة ودي مفسدة ودي مفسدتها أكبر ودي مفسدتها أقل، ترك الحديث مفسدة ولكن لو احنا عملنا بالحديث هي مفسدة أكبر، ولو تعرض مفسدة أكبر ومفسدة أقل قدمت المفسدة الأكبر ومفسدة الأقل. لا، أعظم مفسدة بعد الشرك إن أنت تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأكثر من شهر ونصف عقد الراية لأسامة ابن زيد أن يقاتل الروم. خرج الجيش القوة العسكرية الأساسية تحت قيادة أسامة بن زيد، وكان سنه 16 سنة تزيد قليلا أو تقل قليلا. خرج تحت أميرته أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب صناديد الصحاب. شوف لما يكون مثلا صناديد الصحابة ناس كبار وشيبة ويبقى الأمير بتاعهم مين؟ عنده 16 سنة، ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقلوش إن احنا أصحاب الحكمة والخبرة والفهم والسن، ولو تولى الإمرة هذا الفتى الصغير سيترتب على ذلك مفسدة فيخالف كلام النبي. لا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة لابد تمشي. طلع الجيش، فلما كانوا بالجرف اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام، الجيش راح واقف في الجرف ومات النبي عليه الصلاة والسلام. وأول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بزغ أمر المرتدين. إيه اللي حصل؟ أبو بكر عاوز يقاتل المرتدين، الصحابة قالوا خلاص عاوز يقاتل المرتدين مفيش مشكلة، ولكن استعن بجيش أسامة على قتال المرتدين. ماذا قال أبو بكر؟ من هناك بعض القبائل الحجازية في شمال المدينة بينها وبين المدينة عدة أميال ارتدت، الجيش ده يروح هناك على مشارف الشام يقاتل الروم. طب بالله عليكم في باب المصلحة والمفسدة نودي الجيش يقاتل العدو اللي بيننا وبينه 2-3 كيلو، ولا نود الجيش العدو بيننا وبينه 100 كيلوات؟ قولوا لي، لو انت العقل بيقول ايه والمصلحه بتقول ايه؟ عدو قريب وعدو بعيد. العدو القريب بيننا وبينه نمشي اقل من يوم، يعني ممكن يجي لنا خلال ساعات، والعدو البعيد لو عاوز يجي لنا هيجي لنا في شهر او شهر ونص. نقاتل مين؟ القريب ولا البعيد؟ من باب النظر والمصلحة ودفع المفسدة نعمل ايه؟ نقاتل القريب. ماذا فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال والله لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين يا إلهي لأنفذت بعث أسامة ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا أسامة اطلع روح على بلاد الشام يا أسامة. طب الناس حوالينا. المدهش
ان القبائل اللي حوالين المدينه لما عرفت ان جيش كبير جدا طلع من المدينه لقتل الروم كلهم خافوا. قالوا لا يمكن ان ابو بكر يطلع الجيش الكبير ده هو لقتل الروم الا لو عنده زيه 10 مرات. فالقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. وكل القبائل على السكه على الطريق كلها دخلت في طاعه المسلمين. وكان ذلك فتحا عظيما ببركة ماذا؟ ببركة الاتباع. وإيه اللي عمل أبو بكر؟ علم أن بعض من ذبيان اقترب من المدينة عاوزين يستطلعوا قوة المسلمين، فأمر الرجال والولدان والشيوخ والنساء أن يلبسن الخوذة وأن يوقدن النيران. كل عيل صغير يولع نار ويلبس خوذة ويقف في الشرفات والأوطام. الناس شايفة حاجة، شايفة خوذ 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 كده، وشايفة بقى نيران جبار. فألقى الله تعالى في قلوبهم رعب وراح رجعين تاني. لا هو ده الصح. لكن تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهادات أنت تظنها حتى لو عمل الكلام ده الصحابي غير مقبول، فما بالك إن فعل ذلك إمام من الأئمة؟ يبقى عدم القبول أولى. طب لو عمله واحد كده من طلبة العلم نعمل إيه؟ لا ما ينفعش. ولذلك أيها الأحباب من منهاج الفرقة الناجية أنها لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. رابعا الفرقة الناجية تعتبر التوحيد، تعتبر التوحيد أي تعتمد أساس في التصور والمنهج والعمل والنظر إلى جزئيات الحياة. والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كالدعاء والاستعانة والاستغاثة وقت الشدة والرخاء والذبح والنذر والتوكل والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من أنواع العبادة هو الأساس. انظر، إذن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة. الله أكبر، أمر عجيب. يبقى الدولة الإسلامية لا تبنى على التوافق الوطني. إحنا عاوزين نرضي العلمانيين والليبراليين وشباب الثورة، والثورة مستمرة، وشباب مسبيرو وشباب محمد محمود وشباب العباسية وشباب التحرير وشباب سفنكس، ونرضي أمريكا ونرضي إسرائيل ونرضي النصارى. 12 جهة كلها مضروبة، واخد بالك ازاي؟ وبعد ما نرضي ال 12 جهة دي ونبدأ بقى نشوف المسلمين عاوزين ايه. طب احنا مش عاوزين ده، نقول بس لا بأس، لأن احنا عاوزين مصلحة البلد والبلد هتقع، فنض ال 12 جهة ديت ونعمل حكومة ائتلاف وطني ونجيب رئيس جمهورية توافقي، وبالتالي أي رئيس جمهورية له توجه إسلامي احنا مش هنوافق عليه. يا ده المصيبات تقيلة. طب ما احنا اخترناكم ليه؟ انتوا كنتوا بتقولوا ان انتوا هتطبقوا الشريعه، ايه اللي خلاكم ترجعوا تاني في كلامكم؟ يقول لك احنا ما رجعناش في كلامنا، احنا لازلنا نقول بان الشريعه الاسلاميه ولا بد من الدوله الاسلاميه، ونقعد نخطب الخطابات العنتريه زي بتاع جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان بقيقي. يعني ايه كلمه بقيقي دي؟ يعمل عرض عسكري ويجيب صاروخين كبار، كل صاروخ من الغردقه للقصير مثلا طول،
حاجة جبارة. تشوف الصاروخ ممكن يجي لك سكتة قلبية من ضخامة الصاروخ ده. وسمى الصاروخ ده الظافر، وصمى التاني اللي ايه القاهر. وقال إسرائيل لو فكرت أي تفكير عسكري ضد مصر أو أي دولة عربية سأضربها بالظافر والقاهر. الناس تجن تقعد تسقف بقى وتخبط دماغها في الحيطة وتنزل وشعرين بالقوة بقى. والله تعالى أعلى وأعلم أنها صواريخ كانت من الكرتون، يعني مش صواريخ مش بجد، صواريخ معمولة من الكرتون ولحمينها في بعض بالسلك ودهنينها بتاع أخضر وشايلينها على التريلا. والناس مش عارفة حاجة، الناس عارفة حاجة، هو حد راح هناك وحسس عليه؟ بدليل إن إسرائيل كسحتنا في 7 أيام مش في 7 ساعات، قعدوا يدكونا 7 أيام. أنا أخويا حضر 67 الحرب، شقيقي هو عنده دلوقتي دخل على 70 سنة، شقيقي هذا طفش من سينا وصلنا بنص شرط، انظر بنص شرط ومش باين منه أي حاجة من الوسخ والرمل، ومأساة. وقتل عشرات الآلاف من الشباب الطاهر. شقيقي بيقول احنا كنا عندنا قوة وحماسة ان احنا نموت ونوصل الى القدس ونحارب اسرائيل، وفجأة في الحماسة والنظام والقوة والسلاح اجت لهم الاوامر انهم ينسحبوا من سيناء. الانسحاب له خطط اقوى من خطط الهجوم. مش الانسحاب يلا يا رجالة نركب عربيات ونروح، ده الانسحاب ده له تكتيك عشان الجيش ما يتدمرش عند الانسحاب. لابد من غطاء وترتيب ومؤخرة ومقدمة، لابد من شغل عسكري، تكتيك عسكري. بقوا زي الغنم اللي يرجع يرجع. واتت الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية حصدتهم حصدا، وعملوا بقى ما شاء، وكثير آلاف المصريين دفنوا وهم أحياء. طب فين الظاهر؟ فين الظافر؟ وفين القاهر؟ زي صدام حسين كده قال إن أمريكا العراق مقبرة الأمريكان، وبدأ يقول بقى إن الجيش الجمهوري الحرس الجمهوري ده 500,000 وتدريبات خاصة الواحد منهم ياكل 10، يبقى عشان يقاتلوا عاوزين 5,000,000 لقتال الحرس الجمهوري، وفي هناك الحرس الشخصي 100,000 الواحد منهم ب100، يبقى دول عاوزين 10,000,000 لقتاله. وقعدوا يقولوا لنا قصص وحواديت. ايه اللي حصل؟ في لحظه كل ده اختفى. فين الجيش الجمهوري وفين جيش البعث وفين الحرس الشخصي والحرس الجمهوري؟ فين الهم ده كله راح فين؟ وفين الطيارات والدبابات والمدرعات والقوة ده كله راح فين؟ أمريكا ما خسرتش ولا عسكري عند دخول بغداد، ولا عسكري، ما خسرتش حتى قطة، ما فيش قطة بتنونو خسرت أمريكا. يبقى احنا ما عندناش عاوزين نتأثر بالكلام، احنا زهقنا من الكلام، احنا عاوزين فعل في الواقع. فلما احنا نرشح الناس انهم ناس مسلمين ويقيموا الشريعة ويعملوا دولة اسلامية، يكون الاداء خلال ايام، لن يكون كرئيس جمهورية له توجه اسلامي، ونعمل حكومة توافق وطني، ايه الكلام ده؟ عشان ترضم 12 فصيل اجرامي على حساب الشريعة الاسلامية. وبعدين تجد هذا التأويل العجيب، إن احنا إذا لم نستطع إقامة الشريعة الإسلامية بسبب المفاسد الكبيرة المترتبة على ذلك لا بأس من تقليل الشر. طب نقلل الشر إزاي؟ إن الإخوة تطلق اللي براحتها والأخوات تبقى براحتها منتقبات،
والدعوة تبقى براحتها يبقى إذن ده خير. فلو لم نستطع إلا أن احنا نحمي الخير ده يبقى وجودنا خير. إيه التنازل الشديد ده؟ طب ما احنا قبل كده كنا ملتحين، عمرنا ما حلقنا لحان. احنا كنا في زيارة كده خاصة في هذا المكان، وقفونا في الكامين بتاع من الدولة، كان عندك هنا ضابط اسمه عبد الرؤوف باين ولا اسمه علاء، والاخ علاء ورحنا له بالليل. اي مشايخ طبعا ناس ملتحين، كنا اخوة ملتحين، وطبعا تبلكوا انتوا عارفينها بقى، انتوا منين؟ من مصر، وجايين ايه اللي جابكوا هنا؟ طبعا كان في هناك شغل في سينا، يبقى ممكن يكون انتوا بقى تنظيم قاعدة ولا بتاع، وعملناه الليلة وفضل الله عز وجل ما دخلناش حد من هنا ابدا، استعنا بالله عز وجل وكلمناه، وكانت ليلة جميلة وحلوة خالص يعني. وفي النهاية قالوا لي تطلعوا من هنا على بالك وجاري، وطلعنا هناك من الكمين اللي هو عند المطار بتاع الغردقة، على الغردقة هنا مش على بلدنا. صبر، لابد للناس ان هي تصبر. الاخوات المنتقبات كنا في الجامعة، يطلعهم من مش طالعين من اللجنة، اخلاء مش على النقاب، ودي هذه الاسلام، البنت تشعر انها صاحبة ايه؟ رسالة. الانسان لما بيضطهد بيشعر بقيمة ما يحمل، فيزداد استمساكا لما يحمل، يشعر ان هو محارب. لكن لما كل حاجة كل مئات الملايين ننفقها والبلاد نحرطها عشان بس نحافظ على الدعوة، ايه الدعوة؟ اللحية والنقاب وان احنا نعمل دروس ومحاضرات. طب ما احنا نعمل الحاجات دي، ولو اتمنعنا نتمنع شوية ونعمل مرة، نعملها في الديرة ومرة نعملها بعد الفجر، ونختار الأوقات اللي ما فيش حد المخبرين يجي فيها أبدا بعد الفجر، لأنه طول الليل سهرانين، ربنا يديهم العافية، فييجوا بعد الفجر بقى بيبقوا نحسانين. مين دايما اللي بيقولهم المعلومات؟ لا مش المخبرين، الإخوة. حضرتك مثلا تروح تتسفخ لك جوزين إلام، قول احنا عارفين انت بتعمل ايه، واحنا مراقبينك بقى لنا 3 سنين مراقبينك، انت عارف النمره بتاعت الجزمه بتاعتك، احنا عارفين. يا دي المصيبات تقيل. عارف اول امبارح لما كنت قاعد مع الاخ اللي لابس جلابيه بيضة وطايه بيضة وتشربوا شاي مع بعض، حتى دي بطك عرفوها؟ طب ما لابد. منذ كم يوم كنت قاعد مع اخ لابس جلابيه بيضة وطايه بيضة، ما هو بالفعل كان ده حصل. بتبقى ناميه. قل بالتفصيل الممل انت عملت ايه؟ والله يا سعادة البيان ما انا هو اللي انا عملته، بس هو درس الفجر اللي حضرته. درس الفجر؟ ايوه كده انت صادق. مين بقى اللي كان بيحضر معك درس الفجر؟ فلان وفلان 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 وفلان. بعد كده جيب فلان. ها انت عامل ايه اليومين دول؟ والله يا بيه انا ماشي مظبوط. ما بتحضرش دروس كده ولا كده؟ ابدا. خالص؟ ابدا. اعرف انت بتتكلم ازاي لما بتحبش الكذب، وانتوا ناس سنيين وبتحرموا الكذب، وعيب تبقى انت راجل محترم وتبقى كذاب. دي بقى بدايه الهجوم، قلبك يقعد ايه؟ يفرفر بقى. وبيقصد ايه؟ ما حضرش درس لا بعد الظهر ولا بعد الفجر ولا حاجه، يبقى قلبك ايه؟ يرف اكتر. على فكرة أنا بتكلم معاك، أنت شكلك ابن حلال وابن ناس، وأنا مش عاوز أعمل معاك إجراءات مش مظبوطة، وأنا مراقبك بقالي 3 سنين، اللي أنت في قلب بيتك أنا عارف أنت بتتكلم إزاي، وقلت إيه لمراتك إمبارح؟ بدليل إن أنت يوم كذا كنت في مسجد الفلان وحضرت درس بعد الفجر. لا 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 الراجل ده عارف كل حاجة بقى. انظر الضغوط دي كلها، شوف الكلام ده كان بيحصل، ومع ذلك كنا بنهبر. الشيخ بقى يجي بقى،
طبعا فضيلة الشيخ يشرب الليمون ويقعد محترم بقى وكام ده كله. قال يا فضيلة الشيخ احنا بنقدر فيك ان انت رجل عالم وبتاع، والدروس بتاعتك عامل ايه من دول؟ دروس، ما احنا دروس زي ما حضرتك عارف بنعمل الدرس بتاعنا بعد المغرب، ما فيش دروس ثانية؟ لا، دروس ثانية زي ايه مثلا؟ يبدأ بقى الحوار ونبدأ نخبط في بعض بقى. يعني أنا أذكر إن في ضابط، الراجل كان مقدم وكان لسه جاي جديد المنصورة، عاوز ياخد مني أسماء الإخوة اللي بيحضروا الدرس. ده لا يمكن، ده لا يمكن. فالمهم قال لو ما قلتش الأسماء تطلع من هنا على المعتقل. قلت والله العظيم يا عملت فيا أعظم حسنة. قلت له يبقى أنت عملت فيا أحسن حسنة، أحسن أيام حياتي اللي عدتها في طرة. جميل جدا، إيه المشكلة؟ اتقلب الموضوع تماما وبدأ إن هو يظبط أموره وكلام يظبط. اللي عاوز أقوله إن الدعوة في وسط هذه الضغوط انتشرت، لأن الدعوة بالضبط زي المسمار، كل ما يدق عليه كل ما إيه يثبت أكتر، دق عليه يثبت. طب المسمار لو إحنا وسعنا الخرم بتاعه إيه اللي يحصل؟ بيقع. اللي بيحصل دلوقتي بنوسع الخرم بتاع المسمار اللي إحنا بقالنا 30 سنة بندق عليه، بعد ما ثبت في الحيطة كويس بدأنا إيه نوسع الخرم بالاجتهادات الفاسدة، ظنا أن هذا نصر للدين وإقامة للشريعة، وإحنا لا نصرنا الدين ولا هنقيم شريعة ولا أي حاجة. يبقى إذن أرجع تاني الكلام بتاعي، معلش استدرت ده عشان جملة دي جملة عنيفة بتهز شوية. وغير ذلك من أنواع العبادة، يعني التوحيد والعبادة والأساس والذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة. شوف كلمة الصح دي اللي خلاني أقول الكلام ده كله، الصحيح. إذن في دولة إسلامية قائمة على التهلهل الفكري، وفي دولة إسلامية صحيحة قائمة على الانضباط. إحنا عاوزين دولة إسلامية منضبطة، ولابد من، انظر الكلام الجاي، ولابد من إبعاد الشرك ومظاهره الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية. في الدولة الإسلامية كل مظاهر الشرك والبدع والخرافات نبعده، لا نقبل في الدولة الإسلامية إلا الصحيح. ما نقولش إحنا هنسيب الموالد والأضرحة عشان توافق وطني مع مين؟ مع الصوفية. لا، ما نقولش إن العلمانيين دول إخواتنا وبنحبهم لأنهم أصحاب رؤية وأصحاب انتماء وطني. إيه اللي ده هي المسيحة دي؟ مين يقول الكلام ده؟ دول إخوة يقولون هذا الكلام. أحد رؤوس العلمانيين من العيال اللي هم رؤوسهم منفوشة دي وشعره ملبلب كده وعامل زي بتاع الخنفسة، العلماني ده كان بيتزوج. طب مش بيتزوج أخت بقى منتقبة أو أخت محجبة والنساء في جنب والرجال في جنب؟ لك أن تتصور فرحه بيعمل إزاي؟ نروح له فرحه ونهنيه وناخده بالأحضان، والأخ فلان وإحنا بنحب فيه وطنيته وإنه صاحب مبادئ وده أجدع نائب تحت قبة البرلمان. إيه الكلام ده؟ الكلام ده لو عمله أي حد غيرنا ماشي، لكن إحنا اللي كنا قاعدين نعلم الناس الأصول والمنهج نعمل الكلام ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك بيقول ولابد من إبعاد الشرك ومظاهره الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية، لأنه من مقتضيات التوحيد، ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد. هو إيه الإشكال اللي حصل في أفغانستان؟ إن كان الهم كله
ان احنا نسقط النظام العميل لموسكو ببر الكرمل. هذا النظام نسقطه لان هذا النظام عميل لموسكو، وهذا النظام فرض العلمانية والإباحية والإلحاد في ربوع أفغانستان. تحالف الشيعة مع الصوفية مع الحشاشين مع الطرقيين مع المذهبيين مع اللصوص مع الإخوان، كله بقى حاجة واحدة. الطائفة الوحيدة اللي رفضت هذا التحالف جمعية القرآن والحديث بتاع الشيخ جميل الرحمن. قال لهم لا يا سيد، أنا هقاتل لوحدي ومش هنضم للتحالف ده. وبالفعل حرر بالشباب السلف الطاهر في أفغانستان ولاية بحالها، وأقام فيها حكما إسلاميا على منهاج النبوة في أفغانستان. اللي حصل، هل تعلموا ان مين اللي حاربه؟ بتوع الائتلاف دول، مش اللي حاربه العلمانيين بتوع موسكو، لا. وهناك اصابع ان الذي تولى قتله حكمة يار. وهذا كان من قادة التحالف الاسلامي في افغانستان، رتب جريمة قتل جميل الرحمن وقتل، وتم تصفية الوجود السلفي في أفغانستان. فكان من عاقبة ذلك ان بتوع الاتحاد دول ذات نفسهم إلا حصل لهم انقلبوا على بعض وتفككم، وطلع حاجة اسمها حزب الوحدة وحزب الثورة بيدعموا إيران. وحكمة يار لما طفش راح فين؟ راح لإيران. مسائل كانت وتفكك الجهاد الأفغاني، وسرق العلمانيون بقيادة رباني الجهاد الأفغاني وضاعت أفغانستان. لما رجع طلبة المدارس الشرعية عشان يظبطوا المسائل من تاني، وهؤلاء الناس مع أنهم أحناف متعصبة لكنهم أقرب إلى روح الإسلام وأعظم استمساكا بالإسلام من هؤلاء المتنطعين. ربنا سبحانه وتعالى بارك في الشباب المسلم ده وقاتلوا، ووقعت معظم أفغانستان في أيديهم في عدة أيام، لأن الشعب عاوز الناس دي. الناس بتحب الإسلام، وكلهم شباب صغير طلبة في المدارس الشرعية بيحفظ القرآن والحديث وكتب العلم والمتون. طلبة العلم هم اللي حرروا أفغانستان، اللي هم حركة طالبان. دول طلبة العلم. طالبان كلمة بمعنى الطلاب، لأن الزيادة آن تدل على الجمع، يعني مجاهدان يبقى المجاهدون، طالبان يبقى الطلاب. فآن أحيانا زيادة تدل على الجمع، زي ستان زيادة تدل على المكان. فباكستان بمعناها الأرض الطيبة، باك طيب وستان المكان الطيب أو الأرض الطيبة، لأن المسلمين انفصلوا عن الهند وكونوا هذه الدولة فكانت أرضا طيبة. والدولة الوحيدة اللي في العالم القديمة التي اسمها دولة إسلامية باكستان، اسمها دولة باكستان الإسلامية، اسمها كده دولة باكستان الإسلامية. ده تاريخ ومعلومات مهمة جدا. ولذلك إيران عدة أيام وراحوا راشقين لهم مسمار من ابن لادن، سلموا لنا ابن لادن وإلا هنضربكم. لا، وبالفعل تم ضرب أفغانستان، وتحولت أفغانستان إلى أطلال وإلى خراب، بحثا عن مين؟ عن ابن لادن. أنا كنت أتصور ده من باب الطرفة إن أي دولة أمريكا عاوزة تضربها
هتعمل تسريب، يقول ان عندنا معلومات مخابراتية انه اسامة بن لادن مثلا طفش لمصر، وتطالب الحكومة المصرية بتسليم بن لادن خلال 24 ساعة، ويتحرك الوصول الامريكي تجاه الشواطئ المصرية. طبعا الراجل ده مش موجود في مصر، يتم قصف كل المناطق الاستراتيجية في مصر، خلصوا على مصر يتلفتوا على السعودية. احنا عندنا معلومات ان ابن لادن حن لعيلته، وان جحا اولى بلحم طوره، وان هو عدى عندكم على السعودية، سلموا لنا ابن لادن، ما فيش ابن لادن، تنضرب السعودية. يبقى ده مسمار جحا اللي يشوف كل بلد. ولذلك هم قتلوا ابن لادن لان عندهم البدائل. ايه البدائل؟ انتبه، ايه البدائل؟ البدائل هي الطليعة العلمانية الخبيثة الموجودة في كل بلد. العلمانيون هم رأس الشيطان في كل بلد. العلمانيون رأس الشيطان في كل بلد. دول هم اللي بيجهزوا العدة ويجهزوا المسرح لبداية المسرحية. مين؟ هم العلمانيين. وبيدربهم الممثلين وبيجهزوا الكومبارس، وده كله من ورا الستار، عشان في الوقت المناسب يقوموا شادين الحبل ويزاح الستار ويبدأ الممثلين في التمثيل، وراهم كومبارس وكورال كأعظم ما يكون، وهناك المشاهدون المتفرجون الذين لا يفقهون إلا التصفيق بس. فاهمين يا اخوانا ولا دي المسألة؟ ارجع تاني، معذرة الاستطرادات دي. ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد ولا تكافح الشرك بأنواعه أسوة بالرسل جميعا وبرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذا ده منهج الرسل، التوحيد قبل التوحد، والاتباع قبل الأتباع. والنص يحكم القصد، والدولة لا تقام إلا على أساس صحيح. ده منهج الأنبياء. خمسة، الفرقة الناجية يحيون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وسلوكهم وحياتهم، فأصبحوا غرباء بين قومهم كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه رواية مسلم، وفي غير مسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث رواه أبو عمرو الداني بسند صحيح. الفرقة الناجية لا تتعصب إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، أما غيره من البشر فمهما علت رتبته قد يخطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد. قال الإمام مالك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية سابعا هم أهل الحديث. هم أهل الحديث، والمقصود أهل الحديث أي الذين يعظمون الحديث ويتبعونه. يعني ممكن يكون رجل عمي بسيط ويكون من أهل الحديث. إزاي؟ أنه إذا سمع الحديث عظمه واتبعه وعمل بما فيه ودعا إليه. ورب إنسان متخصص في الحديث وليس من أهل الحديث، لأن حظه من الحديث أنه ينظر إليه ليعرفه. إذن هو يعرف ولكن لم يتبع. والشأن في ماذا؟ في الطاعة والإنقياد. ألم ترى أن إبليس كان يعرف، ولكن آفته كانت في ماذا؟ في المعرفة أم في الإنقياد والاتباع؟ عندما أمره ربه أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، مع أنه يعلم أن الذي يأمره هو من؟ هو الله.
ولكنه لم يطع ربه ومولاه. إذن الشأن ليس في المعرفة. فالمقصود بأهل الحديث الذين يعظمون الحديث ويعملون به ويطيعونه ويدعون الناس إليه، الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. ثامنا: الفرقة الناجية تحترم الأئمة المجتهدين، تحترمهم، تثني عليهم، تدعو لهم، تجلهم، تأخذ بأفهامهم، لكن لا تتعصب لواحد منهم، بل تأخذ الفقه من القرآن والحديث الصحيح ومن أقوالهم جميعا إذا وافقت الحديث الصحيح. وهذا موافق لكلامهم حيث أوصوا أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. تاسعا: الفرقة الناجية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهي تنكر الطرق المبتدعة والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة وابتدعت في الدين وابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وهذا شأن كل الأحزاب الموجودة على الساحة، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. عاشرا: الفرقة الناجية تدعو المسلمين أن يكونوا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكتب لهم النصر، وحتى يدخلوا الجنة بفضل الله وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى له. 11: الفرقة الناجية تنكر القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر لمخالفتها حكم الإسلام، وتدعو إلى تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهم، وهو ثابت، اللي هو شرع الله تعالى ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام ولا يتطور حسب الزمان، لأنه منهج الله. وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة وما يلاقيه من متاعب وذل وهوان هو تركه الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا عز للمسلمين إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام أفراد وجماعات وحكومات، عملا بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن العز إن احنا نغير أنفسنا، فإذا ما تغيرنا لصالح الإسلام غير الله تعالى لنا ولأجلنا. 12: الفرقة الناجية تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على كل مسلم حسب طاقته واستطاعته. والجهاد يكون بالآتي: الجهاد باللسان والقلم بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح والتوحيد الخالي من الشرك الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. نسأل الله تعالى العافية. يعني الشرك ينتشر ويعود مرة ثانية. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم وبهذا اللفظ عند أبي داود وهو صحيح. وفرصة هذا كلامه للصحابة. نعم 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 نعم، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يعافينا. يرجع الأمر كما بدأ ويرفع القرآن وتهدم الكعبة حجرا حجرا، ويرفع الإسلام حتى لا تجد في الأرض من يقول الله الله،
وحتى يفجر الناس في الشوارع، حتى إن الرجل يأتي المرأة في الشارع والناس ينظرون يتضاحكون، يعني الله المستعان. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية. طبعا دع بعد ماذا؟ بعد عيسى بن مريم بأزمان، بعد عيسى بن مريم بأزمان، يعني يمكث الناس على التوحيد الخالص بعد عيسى بن مريم، حتى تكون ماذا؟ تكون هذه الردة الكبيرة التي يتقلب الناس فيها. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي أولادنا وجميع المسلمين أن نتلبس بشيء من ذلك. من جملة الجهاد في سبيل الله إن احنا نجاهد باللسان كدعوة غير المسلمين، دعوة غير المسلمين هذا من أعظم الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يا إلهي، يعني لو ربنا جعلك سبب إن واحد بس يدخل الإسلام وموت تخش الجنة، فما بالك بقى إذا كان الله تعالى هيئك وعدك لتكون سببا في دخول العشرات بل المئات بل الآلاف في الإسلام. يا سلام، ده من أعظم الجهاد. وهذه فرصة لإخواننا هنا في الغردقة والبحر الأحمر، هنا عشرات الآلاف من السياح وهم ضلال، وكثير منهم لا يعرف شيئا، كثير منهم حائر وتائه، والمثقف هو الذي يعقد المقارنات بين الإسلام وبين الإسلام وبين النصرانية وبين البوذية والهندوسية، يعني المثقفون منهم يعقدون المقارنات تارة بين الإسلام والنصرانية، وتارة بين النصرانية والبوذية، وتارة بين الإسلام والبوذية، ويتمنون أن يأخذ أحد بأيديهم إلى طريق الله عز وجل. فإذا كنت أنت الشمعة المضيئة التي تضيء لهم ذلك الطريق فهنيئا لك. فلو أن الإخوة اجتهدوا في دعوة غير المسلمين في بلادهم هنا لكان ذلك خيرا كبيرا وبركة نافعة. وسبل الكثيرة ينزلون يمشون في الطرقات، إيه المانع؟ نصطادهم، نصطادهم. انت هتروح لواحدة ست تتكلمها؟ ما نسلط عليها واحدة زيها، نودي لها واحدة زيها، أخت تبقى فاضلة تبقى زوجة أحد الإخوة، يبقى هي اللي تكلم النساء وانت تكلم الرجال. هو مثلا حاول، طبعا العيال الصغيرين في الأماكن الساحلية دي بيعرفوا يتكلموا اللغات على حسب كثرة السياح الموجودين. افترضنا معظم السياح اللي هنا من بولندا، تجد معظم الناس اللي بيختلطوا معاهم بيتكلموا بولندي، ما يعرفوش، وانت حتى لو جبت له كتاب ما يعرفش يقراه، هو يتكلم معاه لكن ما يعرفش يقرا، ما يعرفش. يبقى النساء تكلمهم اخت والرجال وبطريقه بسيطه، هو ماشي في الشارع ثم سلم عليه وتكلمه، تقول له بعد اذنك فضلا انا ممكن انا عاوز اقول لك كلمه، بس الكلمه دي ممكن تغير حياتك، الدخله دي ممكن ترعبه، تغير حياتي ازاي؟ قول له انا عارف ان في اسئله كثيره جدا انت محتار فيها، بس كل اسئلتك ديت انا عندي الاجابات بتاعتها. لا، دخله تاني، دخله ثالثه، قول له لغايه امتى تفضل تائه؟ لغايه امتى تفضل تائه؟ بالفعل انا تائه، كل حاجة لها نهاية. طب بعدين؟ وعلقوا. دي أول مرة ديت لابد الأول لقاء يبقى هو اللقاء الخطير. لأن العلاقات المستقبلية بتتحدد في اللقاء الأول. يعني مثلا لما الإنسان بيبقى يدي محاضرة في الجامعة، أنا أخطر لقاء عندي هو اللقاء الأول مع طلبتي. أول مرة رايح فيها أدي محاضرة لفرقة جديدة، مثلا أنا في الجدول أنا هدخل بتوع سنة تانية هديهم في الكلية،
اتوضى واصلي وادعو ربنا يا رب افتح لي وثبتني ووفقني واقعد بقى اجتهد في الدعاء، لان اللقاء الاول ده هو اللقاء الايه الفيصل. لو ربنا وفق في اول لقاء طلبتك دول مش هيطلعوا من ايدك، كما توجههم يتوجهون. لكن لو في اول لقاء كنت مهزوزا خلاص هيشقطوك لبعض وتبقى مسخه. وفضل الله عز وجل الله تبارك وتعالى يوفق. فإيه المانع أن احنا نجاهد في سبيل الله بدعوة غير المسلمين؟ إذا نحن ندعو المسلمين ليستمسكوا بالإسلام، وبندعو العلمانيين والمنافقين أن يعودوا إلى الإسلام، وندعو غير المسلمين أن يدخلوا الإسلام. هذا كله جهاد باللسان، ويمكن أن يكون ذلك باللسان، ويمكن أن يكون أيضا بماذا؟ بالقلم، رسائل. إيه المانع تعرف عناوين الناس السياح دول وتبعت لهم كلمة صغيرة: إذا أردت الخلود في الجنان ما عليك إلا أن تتصل بهذا الرقم بس. إذا أردت النهاية السعيدة بعد هذه الحياة المتعبة ما عليك إلا أن تراسل هذا الرقم. كلهم نفسهم حياة سعيدة بس مش لاقينا. كل الناس بتدور على السعادة مش كده؟ حتى احنا ذات نفسنا، انتوا بتدوروا على الغلب ولا على السعادة؟ على السعادة. والمحظوظ هو الله، هو الذي يهيئ الله تعالى السعادة. أقول لكم قصة شكلك قفلتوا، أقول لكم قصة حدوتة صغيرة كده؟ أقول لكم حدوتة صغيرة. بمناسبة السعادة والتعاسة، اتنين موظفين، دي بالفعل كم ده حصل. اتنين موظفين، ودي المرة التانية أقول فيها القصة دي. قلتها منذ سنوات بس أقولها كم مرة. اتنين موظفين، محمد أفندي ومحمود أفندي. محمد أفندي ده يروح الشغل هدومه نظيفة مكوية مبتسم فرحان، اشتغل مقبل، ودايما الناس تحب تجيله يخلص لهم ويمضي لهم ويقف معاهم ويمشي ويروح، حاجة في منتهى السعادة. زميله محمود أفندي كل يوم جاي عين دي واخدها بوكس، ايده دي محموله كده لان اتخبط بها بالكرسي فعملت له شرخ في العظم فشايلها بحماله، كل يوم جاي بمشكله مضروب وقاعد بينفخ وقرفان. ولو اي حد يروح له: امشي بعيد عني انتوا ناس غلب وقرف. في يوم من الايام تجرأ محمد افندي قال له: يا محمود افندي انت بقالك سنين على الحال دي. قال له: مراته قرفة في حياته، مراته حاطه نقرها من نقره، وكل اي نقاش يحصل بينهم ينتهي النقاش بشكله وهو راجل مسكين ومراته عافيه شويه تضربه. ألا الراجل عايش طول حياته سعيد، عمر ما مراته رفعت صوتها عليه اللي هو محمد افندي، فنفسه ان هو يشوف التعاسه دي العكنانه دي. عمره ما شاف عكنانه ولا تعاسه في حياته، حياته مستقره وجميله جدا، ومراته يقول لها يمين تقول له يمين، شمال شمال، يقول لها دي مش الشمس دي القمر تقول له ايوه يا حاج هنشوف الشمس، يقول لها دي مش الشمس دي القمر تقول له ايوه يا حاج دي القمر حاجه. المهم فنفسه انه يشوف التعاسه دي شكلها ازاي وطعمها ازاي، بالضبط زي الراجل اللي يسمع على المش وعمره ما داق، كل يوم بياكل الجمبري وياكل مش حاجات فخمه جدا فنفسه ياكل المش ابو دود، هي زيها بالضبط كده. عارفين المش ابو دود اللي بيبقى في البلاص اللي المعمول كده بالقماش كده وبتاع؟ طيب. المهم جاب سمك، طبعا
كان الأول بيخبط بالرفق، تفتح الباب الحمد لله على السلامة توحشتنا، الكلام ده بقاله سنين، بقاله 20 سنة، والست دي كده مش بقى لما خلفت وتعبت والأمور فسعت معها بقى أمورها تغيرت، لا يخبط بالرفق ويدخل له السلام عليكم، تقول عليكم السلام وحشتنا، تجري جري خلع جزمة بتاعته بتخلى مش عارف ايه شغل بقى نظام بقى. المرة دي راح ضارب الباب برجل راح بطيره، ما عاوز يقلب بقى يشوف العكنان، يا حبيب قلبي اللي جرالك، هلا مش عارف، راح زغدها راح قلب على ظهرها وراح رميها سمك في صال، انا هاجي بعد ساعة تجهزي الاكلة وجاي، وهو ناويلها على شكل علشان يشوف التعاسة دي. المهم الست الفاضلة دي شوت شوية سمك، قالت ان زوجي يعني ممكن يحب اي نوع فاعمل كل انواع السمك، فشوت له بعض السمك وقالت له بعض السمك وعملت شوية سمك صينية وعملت شوية سمك مدفون وعملت شوية سمك بشوربة وقطعت شوية سمك على شوية بصل وعملته زي البتاع وشوية قواقع وشوية مش عارف ايه كده، عملت بتاع المهم، والرز عملت شوية رز ابيض وشوية رز احمر وشوية رز مفلفلين وشوحت شوية رز وعملته عليه الرز وعملت شوية رز بشعرية، المهم كل قالت عشان الراجل قرفان وزهقان وتعبان فلابد انوع له وابسطه. شوف المرأة الصالحة مش قالت والله ابن الايه ده هو اتقلب عليها انا عملت له ايه، والله لا مقلوب عليه ما عملش كده. المهم برضك شوية راجل جاي وراح طير الباب، نفس القصة دي، هي حطت الطبلية جري وعلى المفرش الصغير بقى ربنا يكرمك يا الراجل، بينه بنفسه اتكسف على نفسه بس قال تخلينا ماشيين في زي ما احنا كده، قال لها يا هات الاكل، راح يتحط الرز بسمك المشوي، راح طالب بسمك المشوي، انا مش عاوز مشوي عاوز مقلي، قالت له حاضر، راح جايبها المقلي راح ضربه قال له انا مش عاوز ده انا عاوزه بصينيه، قالت له حاضر، راح ضرب الرز انا مش عاوز رز ده عاوز رز تاني، قالت له حاضر. المهم جب على كل الوجوه، فبالفعل ديت المرأة السعيدة، شوف انظر كيف تمتص الزوج وكيف انها تلمح ما يطلبه الزوج، مش ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه الزوج. الزوج جاي زعلان وقرفان وزهقان، لابد هي تحسن من نفسها وتجود من ادائها لكي تكون افضل وافضل وافضل، خلت الترابيزة هنا والترابيزة هنا وتحط هنا، تغير نظام البيت وتعمل أكلات متعددة وتمتص الزوج عشان تسعده، لأن إنسانة دينة فاضلة. طبعا الكلام ده يا أخوانا قصة حقيقية، والله مش ده حاجة حقيقية حدثت، فيا ليت لو كل نساء المسلمين كهذه المرأة يعني لانتفت كثير من الإشكالات ولهلأ الناس بحياته. فالسعادة مطلب يبحث عنه الخلائق، الخلائق بتدور على السعادة، فالكفر برضك بيدور على السعادة، فلما الطريق بيطول بهم ومفيش سعادة بينتهي الأمر إلى ماذا؟ إما إلى انغماس في الدنيا وإما إلى الانتحار، ينغمس في الخمر يقعد يشرب بقى خمر وويسكي ويزن وبرطع الدنيا عشان يغيب عن الدنيا، او يموت عشان يستريح من هذه، يبقى عنده ارقى انواع العربيات وارقى انواع الفلل وعنده فلوس وارصدة وعنده بدل الزوجة 20 خليلة كل يوم بيبرطع مع واحدة ومع ذلك مش سعيد. فلما تقول له السعادة اللي انت بتدور عليها انا اقدر اجيبها لك، يعمل لك ايه؟ على الاقل من باب الفضول يتفرج، احنا عندنا كانسان الانسان من طبعه
إن بيحب يتفرج كل حاجة يشوفها. يعني أنت لو شايف شوية ناس قاعدين مجتمعين تروح تطول كده تمد راسك كده تشوف الناس دي بيقولوا إيه بيعملوا إيه، ده ما طبيعي إحنا كده. لو ناس اجتمعوا على شط البحر كده وبيبصوا على حاجة تجري الضوء تبص كده، هي الناس دي بتبص على إيه؟ فضول. فهذا الرجل غير المهتدي، ربنا يجعلك سبب في هدايته، ايه المانع؟ نسال الله تعالى ان يجعلنا الله تعالى سببا في الاهتداء. يبقى الجهاد باللسان والقلم، اثنين الجهاد بالمال، ويكون بالانفاق على نشر الاسلام وطبع الكتب الداعيه اليه على الوجه الصحيح. سبحان الله، نطبع الكتب للمسلمين ونطبع كتب لغير المسلمين، ونكفل طلبة العلم، ونفرغ بعض الطلبة لتحصيل العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل، نسفر الناس من البلاد لهنا وهناك، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وأيضا توزيع المال على المؤلفة قلوبهم من ضعفاء المسلمين لتثبيتهم. وأيضا من الجهاد بالمال تصنيع وشراء السلاح والمعدات للمجاهدين وما يلزمهم من طعام وكساء وغير ذلك. الجهاد لم ينقطع على الأرض. هناك إخوة مسلمون في جنوب الفلبين، هم إخوة في مورو، وهناك في شيشان، وهناك هنا وهناك. هؤلاء الناس يحتاجون إلى دعم، فمساعدتهم قدر الاستطاعة هذا خير كبير. الجهاد بالنفس، ويكون بالقتال والاشتراك في المعارك لنصرة الإسلام، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. يما روحش قاتل بتوع الجيش والشرطة وشوف الناس أهجم عليهم وأقتلهم وأقول ده جهاد في سبيل الله، لا، لابد من التمايز. يبقى في هناك كفار وهناك إيه؟ مسلمين. لكن تقاتل بالتأول ما ينفعش، لا يصح، لابد من التمايز. شرط مهم جدا في القتال التمايز، يبقى في كفر وفي مسلمين. ولو ان هناك دولة اسلامية اقيمت يبقى في هناك انواع اخرى من القتال، كقتال البغاة او قتال المتأولة الخارجين، لكن ده عند وجود ماذا؟ عند وجود الدولة. نعم. وحكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذه المعاني: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا حديث أخرجه أبو داود وصحيح. والجهاد على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ويكون ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كفلسطين التي اغتصبها اليهود المجرمون، فالمسلمون المستطيعون آثمون حتى يخرجوا اليهود منها ويعيدوا المسجد الأقصى للمسلمين بما يستطيعون من المال والنفس. نسأل الله تعالى ذلك. يبقى أهل فلسطين يجهدهم، وإحنا نمدهم ونعنهم ونكون في ظهرهم عونا ومددا ونصيرا. فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، ويكون في تبليغ ونقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكم الإسلام، ومن وقف في طريقها قتل لتسير الدعوة الإسلامية في طريقها. أيضا هؤلاء أو هذه الفرقة الناجية، وهذا في آخر الكلام، ليس بالضرورة أن تكون كثرة من الناس، بل يمكن أن تكون قلة، وهذا هو الغالب. فأهل الإسلام في الأرض بالنسبة لأهل الكفر هم قلة. يعني إذا كان أهل الأرض 7 مليار، فانظر أهل الإسلام، أهل الإسلام 1,300,000 مثلا، طلع منهم الدروز والإسماعيلية والرافضة والنصيرية العلوية، هتطلع مثلا يجي 500 مليون، يبقى صفصفنا على كام؟ مثلا 800 مليون أهل السنة. من أهل السنة دول منهم العلمانيون والليبراليون، ومنهم شذاذ الصوفية، ومنهم الضلال التائهون،
طلع مثلا يجي 600 مليون ولا 700 مليون، صفصفنا على كم؟ على 100 مليون. ال 100 مليون دول طلع منهم أشاعرة وطلع منهم كذا وكذا وكذا، هتلاقي مسائل صفصفت على عدد قليل. يبقى الأرض فيها 7.5 مليار وصفصفنا على كام؟ على مثلا 40 مليون، صفصفنا على 3-4 مليون. طب ال 3-4 مليون دول في وسط المليارات دي يطلعوا حاجة؟ عبارة عن شعرة بيضاء في جلد الثور الأسود. سبحان الله، ما ده الواقع بشير يا أخوانا، هي المسألة كده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولقد أخبر عنهم النبي القرآن الكريم فقال: مادحا لهم وقليل من عبادي الشكور. لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عن الفرقة الناجية فقال: هم السلفيون. فقال: هم السلفيون. طبعا السلفيون الذين يطبقون المنهج الذي ذكرته من قبل، وإلا فهناك ناس كثر يدعون أنهم سلفيون. يعني لما تقرأ في كتاب البغدادي الفرق بين الفرق، بيزعم أن أهل الحق وأهل السنة وأهل السلف هم الأشاعرة، والماتريدية أتباع أبو منصور الماتريدي بيزعمهم أن أهل السنة وأهل السلف هم الماتريدية، الكلابية بيزعموا أيضا أن هم أهل السلف وأن هم أهل السنة. فسبحان الله، ولذلك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. طب يبقى مين هم بقى السلفيين بقى؟ إذا كان دول بيقولوا إحنا سلفيين وأهل سنة، ودول بيقولوا دول بيقولوا دول بيقولوا، إذا لابد من وجود معيار ميزان نوزن عليه بقى. المعيار والميزان يا إخواني بيمتاز إن هو إيه؟ ثابت، ثابت ما بيتغيرش. لكن إيه اللي بيتغير؟ اللي بيتوازن عليه هو الميزان عند الفكهاني، مش زي الميزان عند الرجل البقال بيتوازن على حاجة واحدة. والميزان بتاع الذهب في الغردقة زي القاهرة زي المنصورة زي طنطا زي الصعيد واحد، فالميزان واحد. أمال إيه اللي بيختلف؟ ما يوزن عليه. إذن الذي ذكرته لكم اليوم هذا هو المنهج السلفي، أصول منهج السلفي، ده معيار أمر ثابت. الأمور اللي بنقول لك دي عليها دي ميزان. طب الأشاعرة لو قالوا إحنا السلفيين وإحنا أهل الحق، نقول طب هاتوا بقى ليه اعتقدكم، هاتوا أفعالكم، هاتوا تصوراتكم، ونبدأ نوزنها. نجي نبص نجد المسألة مش كده. بيقول إن القرآن نفساني بأول الصفات، بيتحالفوا مع العلمانيين، بيقولوا بكلام عجيب جدا. لا يبقى انتم مش ايه؟ مش تبعنا. انتم مسلمين وانتم اهل قبلة وانتم من جملة اهل السنة، ولكن لستم اهل الحق. يبقى لما نقول فلان ليسوا من اهل الحق مش معناه انهم كفار. لما نقول فلان ليسوا من اهل الحق يبقى هم مسلمون، هم من جملة اهل السنة، هم من جملة أهل القبلة، ولكنهم ليسوا هم الطائفة الناجية. يبقى الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هي التي إذا وضعت على المعيار كانت موافقة لهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.